بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. يا بندر أمس بجل ودنت وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا شن منجورا ومسمع من مذاكر معلن. مبادة ألفية ابن مالك هاجون كي موصول غندن عندي كوشيرتين بيتول. لو كان ابن مالك وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل الوصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلها الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجل، في أعد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب. ديدو بيتو جي وني بيتو ديدو قصير دي موصول لي يولي مذاكر من هندي ينتو دي بيتو ديدو قصير دي وني كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. يقولون يا كريم هند مذاكر مني هند بيتي اللي كرجني نمدون في أمثلة ما دي كفير من كي شرح أتمنى تبيض الله تعالى سبو فير ترتك أمثلة وصيلة الموصول وصيلة ممتتة يعد الصيلة أو ممتتة لسويا مصيلة كما يبطر عندك والصيلة نيما نجاقين لا جنغما بيرنون الصيلة لو سيلت أو ممتتة يعد سيلة أو ممتتة كنان دي دينجل. يعني ما دين قرر الشرح وبإذن الله تعالى لو أم مثال ونفف كرت مثاله وبإذن الله تعالى. ابن عقيل بي أن بعض العربية أعرب أيا أيا أي كالا مطلقا أيا أردفف أي وإن أضيفت حيث لا فهم حيث لا فهم وحذف صدر سلتها وصدر سلة أمومتها حتى كم بعير بومبة فيقولون يعجبني أيهم قائم يعجبني أيهم قائم لوك رفع مرفوع ورأيت أيهم قائم منصوب صدر سلاوي يعني ومررت بأيهم قائم لو إربام جيش تدفف ويوقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ينقرن بالنصب أيهم من كل شيعة أيهم أشد بالنصب. وي وروية ابن عقيل وروية فسلم على أيهم أفضل بالجر فسلم على أيهم لو معرب على أيهم أفضل توك بالجر. وي وأشار بقوله وفي ذا الحذف وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها الأعيد على الموصول وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد سوني مرفوع وحذف تاك سوني تكون مبتدأ تخبر أوك مفرد. آي قرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأدي آية قدو ولا جزء آية أيهم أشد أيهم أشد. ويفلا تقول جاءني اللذان قام جاءني اللذان قام سلتاه ولا اللذان ضرب سلتاه لرفع الأول بالفاعل يتسب جدا وفاعل وكرفته والثاني بالنيابة قد إمه كنائب الفاعل كرفته كان بن بيتك قام جاء اللذان قام ضرب كان يمهد اللذان ضربا جاء اللذان قاما جاء اللذان ضربا. وأما المبتدا فيحذف ما أي مبتدا من حذف وممتفر ما أي وإن لم تطل السلة وإن لم تطل السلة من يستطل وصل وإن لم يستطل كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم
ولا يجوز حذف صدر السلام أغي أي إلا إذا طالت الصلة قد كون أي صدر السلة سلة ممتس ونتو جوت يا أورت ينحو جاء الذي هو ضارب زيدا جاء الذي هو ضارب زيدا وني جوت ودهنه حذف هو إن السلم فتقول جاء الذي ضارب زيدا جوت نفيد عنده وانا ايون سجوتي تن حذف للصدر السلع يجوز. ومن قولهم ما انا بالذي قائل لك سوءا ما انا بالذي قائل لك سوءا انه صدر وجوتا وسلع وجوتا فين فين وتقدير منكم بالذي هو ما انا بالذي هو قائل لك سوءا يعني جوتي فين جت هو وانه وانا ايون السلع عندنا مجوتي تنبيه جدا أعيد أعيد السلع سبق موصول جنبته فإن لم تطل السلع فالحذف قليل طين جوتا إن ممتزق هي وان وأجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم جاء الذي هو قائم جوتا جت هو جاء الذي قائم وهو من كيون صيغة الموصول. ومن قوله تعالى تماما على الذي أحسن فواد قراءة رفع تماما على الذي أحسن قراءة بيوني سبك هو ونؤتاد تماما على الذي هو أحسن ومن تقدير يتن لهم جوتان كون ممتين فرتين اتيا حيث صيغة أو جوتان إن اتكون هيواني فرتين فالحذف قليل. وجوزوا في لا سيما زيد لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة ولا موصوله وزيد خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير لا سي الذي هو زيد فحذف الأعد الذي هو المبتدأ لا سيما زيد ونقول لا سيما زيد سبق لا سي الذي هو أي هو الممتاز لا سي الذي أسب ما أكيون الذي موصول لا سيما ما أكيون الذي موصول والموصول معنى الذي فحذف الأعيد الذي هو المبتدأ فحذف الأعيد الذي هو المبتدأ وقولك هو وهو قولك هو وجوبا فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي صدر الصلة إتام تواندان أي كتاه وجوبا إتلهم ولم تطل الصلة الصلة كالجوتا وهو مقيس يأتكو قيسا وليس بشاذ كده ولا شاذ ولا سيما زيد ابن أقلي وأشار بقوله فرق ابن مالك جوف لوين وأبو أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمله وي جوف دوك إلى أن شرط حذف صلة صدر الصلة شرط اتياد صدر الصلة كأن لا يكون ما بعدها صالحا لأن يكون صلة شرط منك توقع حد تكون شغل منك توصل لتدون الصلة تدون الصلة سنين سلة سبحانك ما أنا نتدن ما أنا نترقات يوتو جتت صلة قلو كما وقع بعد جملة بعد جملة أنا نمرد شغل جملة نحو كوينه جاء الذي هو أبوه منطلق ولا أو هو منطلق ولا جاء الذي هو منطلق ولا ويت ظرف أو جار مجرور تقول تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز في هذه المواضيع إلى نكوجتت جاء الذي هو هو أبوه منطلق ولا جاء الذي هو منطلق نكفه لوتره أو جاء الذي هو عندك أو جاء الذي هو في الدار ولا يجوز في هذه المواضيع حذف صدر السلة هو سلة إتدي فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعبان داهم جاء الذي هو أبوه منطلق لأن الكلام يتم دون سبحانه إن تم قاقا مرون والدف لا يدرى في ارتهالك تم يؤكي معنى قد
فعمل تاكم بلو انكم ممتدون تاكلون فانتا ولا على حسب ذلك يتم جاجا مولو لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى حذف منه شيء أم لا. وكذلك لبقية الأمثلة المذكورة كالديدي فوقنون ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها هي فرق ننصرك أي ولا قل فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم أبيت يعجبني أيهم يقوم لأنه لا يعلم الحذف سب أن ذاك حذف وحذف لنكوكوني. ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدا بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف الأعيد وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول هذا كان ضمير قل يواي من درتا دي موصول ممت أويتو واسا أن يسبو قل هبام ترتي ما وانتي صلة تفتك فات البنج قل نحو جاء الذي ضربته في داره جاء الذي ضربته في داره يجون سأتي هو سبب ولا يجوز حذف هو اتتاك من ضربته فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لأنه لا يؤلم المحذوف سبب وجون هكم ممتع جاء الذي ضربت في داره هلاني كان كون مضروب نوايتا كان كون مضروب كان كجم قال له نوايتا قل عندك ممتع وعندك أنك أمير تانك في إن يرجل أو بفي نوم يرجل مو هم بفي نوم يرجل ما كتوم بلاك يوم قال والله قن مفهوم تاك يو هدومني كم ممتاكو عند تاك من جاء الذي ضربت فيه هدوم داري لأنه لا يعلم المحذوف وعند بيت جاء الذي ضربته هذا كان كريم بدلا وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإيهام فإنه لم يبين يدوم في أن أنت مهارب مالك يكون إيهام في ارتكالاف تاني سبو أن فين أنه متى صلح ما بعد الضمير لن يكون صلة لا يحذف وهلا نوندك وين شغل ضمير أنكوس تيسو ضمير إتام دومين واي وانتو الصلة لم تو ضمير لكن ضمير واي تيت وحالين لم يتدوم فوتي عليت إذا نوما كريتات هذا فاتك بان قد نوانكو وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنفين من الإيهام فإنه لم يبين أنه متى صلح ولا صلح متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف سواء أن سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها بل ربما يشعر ظاهر كلامي بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع ربما يشعر كلامه كلام المصنف وأن حكمك مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات لأن كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك والأمر ليس كما يشعر ظاهر كلام المصنف في ذلك والأمر ليس كذلك بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لي أن يكون صلة كما تقدم نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق وكذلك المنصوب والمجرور نحو جاء الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره فكوا وتحذف يدي وأشار بقولي والحذف عندهم كثير منجلي ونهار ابن مالك نقول والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره إلى الأعيد وجوفر الأعيد المنصوب وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا ولو شرط جوازه لحذفه أن يكون متصلا منصوبا كذب فعل تام من كذب متصل منصوب كذا بفعل تام أو بوصف شرط جنيه له جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم
والذي أنا معطيكه درهم. فيجوز حذف الحليفون سلئتين حذف عن السلة. جاء الذي ضربت من السلة والذي أنا معطيك درهم سلئته. طيب يعني والذي أنا معطيكه يعني والذي أنا معطيك درهم. جاء الذي ضربت فتقول جاء الذي ضربت. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا أعيده خلقته يكون جملة بين أهذا الذي بعث الله رسولا يقول بعثه بعثه الله الذي بعثه هذا الذي بعث الله سب من اسم موصول الذي اسم موصول هنا التقدير خلقته وبعثته. وكذلك حذف الهائن في معطيكه تقول الذي أنا معطيك درهم هو من سل. ومنه قوله قول الشاعر بيت القلوين وما الله موليك فضل فاحمدنه به. ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. سبو أسرق قبل تقديرك فما الله موليكه سب ماءك موصول في ارتي الذي الله موليكه هو هو أعيد الصلة موصولته صلة الموصول. وتقدير منك الذي الله موليكه الذي الله موليكه سب ما الله ماءك الذي اسم موصول الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء. ينو كلام المصنف يقتضي أنه كثير ابن عقيلي وليس كذلك في الفاء هذا المصنف هو أن هي دل ممتع ابن عقيلي وعالنا إن وجدكم هي وعين بل الكثير كحذف ارتيكر والنه من الفعل المذكور. أما ما الوصف فالحذف منه قليل. فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف نحو الذي جاء الذي إياه ضربت. جاء الذي إياه ضربت نعم جاء الذي إياه ضربت أما ضميرك منفصل سب إياه إياه مع ممتد يعني جاء الذي ضربت هاسلت فلا يجوز حذف إياه ضمير منفصل. وكذلك يمتنع الحذف ولا يمتنع الحذف إذا كان متصلا منصوبا دايك متصلك ومنصوب بغير تنون فعل أو وصف وهو الحرف نحو جاء الذي إنه منطلق ولا يجوز حذفه. هاي تبروك حرف يكتك إن جاء الذي إنه منطلق سألنا تفاد بها جاء الذي منطلق. وكذلك يمتنع الحذف ولا يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نحو جاء الذي كانه زيد. جاء الذي كانه زيد خالد كان زيد سلان ما سل دوي بيت يدير كد مذاكر منكم ابن مالك في ذاك حذف ما بوصف خفضه كذاك كي كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاه كذا الذي جر بما الموصول جر تمر بالذي مررت فهو بر. ابن أخي لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب لو قصنا نهالك فاتي ضمير منصوب مرفوع شرع في الكلام على المجرور وناتني كفاتي مجرور وجركم وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة ما ونك مجرور بالإضافة أو بالحرف ولك حرف مجرور إما كمجرور بالإضافة إما كمجرور بالحرف فشر وني مجرور وني الأعلاهين والدين التبعية ما تكون هدئ أيوه مسبب مجرور إنفو ما وني بالإضافة ما وني بالتبعية ما وني هنا بالحرف وني بحرف جر لو جنوبي فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف أعيد الصلاة اتتاك إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضارب به الآن
جاء الذي أنا ضارب به الآن أو غدا، وإن سلئت به فتقول جاء الذي أنا ضارب. سبق حال ما أني تقول لك لا لا قال لك فايك قال لك يس أنا هون يوت فيرت وأنا ماضي دون وكويك وشرط ممكن اسم فاعل وأجوجيك معنى الحال أو الاستقبال. أنا جاء الذي أنا ضارب به الآن أي آن جونك الحال والاستقبال هون أو غدا أو. فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذفها، وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، أو جرم بغير ذلك بغير الإضافة إلى اسم الفاعل، هي اسم الفاعل الذي جاء بمعنى الحال والاستقبال كده. طيب وأنا أقوم وجرم وأنا أقوم له جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمسي نفوا إتيد، وأشار بقوله إلى وهو إتيد. أيوه أو جاء الذي أنا غلامه قال لي أنا غلام أو أنا مضروب أو أنا ضارب أمس يدفون بعيد. ينوى شار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. التقدير أنت ما أنت قاضيه قاض أنكم ممتن تقديركم ما أنت قاضيه. فحذفت الهاء وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. أي وجود اسم فاعل كده معنى منك حال والاستقبال كل معنى منك استقبال. سحر الفرعون اللي بتوب لك أم بينا منا فقد ما أنت قاض بعد فنجد فوال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ودي ابن مالك وكأن المصنف مصنف ابن مالك فانتيا استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. وجندني مثال وتن أبو سائي ما عندك اسم فاعل سائي اسم فاعل وكان ما عنده جيك معنى حال والاستقبال قلت من بعد بعد فوات جون ولا يجد فوات بعد وعلت وناكو يوتي مهالت. إنه إن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثل حرف مثله سي أجر لك حرف وممتد سواء نات موصول حرف هنا حرف أيتو ونند أو لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة تعامل كده حوريه تبني مادة عامل سنعي ممؤم نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به. مررت بالذي مررت به أنا ولا مررت بالذي أنت مار به. إن سلئت دهاي يا مررت بالذي مررت ما تود به مررت بالذي مررت. قال الله تعالى صبر سورة المؤمن جملة نمي ويشرب مما تشربونه بيهو الدرت أي منه من التدو. وتقول مررت بالذي أنت مار بيت به مار به ولا منه والدرت أي التدو أنك ومنه قوله أي مار به ومنه قوله القول الشاعر منه إنه وقد كنت تخفي حب السمراء حقبة فبح ولا فبح الآن منها بالذي أنت بائح يعني أنت بائح به. فبح الآن منها بالذي أنت بائح به من تقدير خن به وحذفها يؤتها. ينوي فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف نحوه مررت بالذي غضبت عليه ولا عليه وأويت له بدا سبون ونقوت حرف يلوت نيري هي توك بيقاك عليه فلا يجوز حذف عليه. وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد ولا وأويت فلا يجوز حذف به هي منه به اتتاك يعني اختلاف معنى الحرفين سب معنى دين ونقوت
تسي مررت بالذي مررت به على زيد به وفر حرف يتا دينا غوتو تبني معناه. وإلى أن الباء الداخلة سبب الداخلة على الموصول كل الإلصاق باين أدو اسم موصول به بالذي وكن بهم إلصاق المعنى مكو ولصق سند هوند لقد هوند لصق للإلصاق نفر دول. والداخل على الضمير للسببية وغان أدو به باين أدو به ونبيه وغان أدو دمير هي وان كان يكون للسببية ويتوكو للإلصاق وقال للسببية يودن كان دي معنى وجيدان جنو هايستوي لفظ وجيد. وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف سي عامل وجيد إن كد نندال داقو تاكو سلة حذف تدم. وإن مررت بالذي فرحت به أبو فرحت ومررت عامل وجيد فلا يجوز حذف به ود به إيوتاه سبب عيد مررت بالذي فرحت. وهكذا كله هو المشار وهذا كله هو المشار بقولهم كالذي جر بما الموصول جر الذي جر بما الموصول جر أي كذلك يحذف الضمير الذي جر ولا ضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت بالذي مررت فهو بر أي بالذي مررت به فاستغنى بالمثال عن ذكر البقية فاستغنى عن ذكر البقية ولا عن ذكر بقية عن ذكر بقية الشروط فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها يقولون مذاكر من يدو بيتوجي ابن مالك إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. بارك الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.